انا بعمل في وظيفه بارت تايم في شركه كمبيوتر. البرنامج اللي احنا بنعمله بيسهل العميل اخذ قرض وتقسيطه في مده يختارها، والتعامل مع الانترست ريت في البرنامج، والشركه تضمن للعميل المال حتى يسددها. فهل هذه الوظيفه في حد في قاعده: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان. الاعانه المحرمه على الاثم والعدوان الاعانه المقصوده او المباشره، يعني ان قصدتها، ان قصدت ان تعينه اعانه محرمه بالانزاع، او الاعانه المباشره التي تجعله يتناول الحرام مباشره. أنا يبدو لي أن الإعانة التقنية من خلال توظيف برنامج كمبيوتر إعانة ليست مباشرة، إعانة غير مباشرة على الإثم والعدوان، فلا تدخل في باب الحرمة الصريحة، إنما في باب الكراهة وفي باب المشتبهات. الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام. كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يواقعه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله في أرضه محارمه.